شكرا للزميل عبد الله بن الصغير العويسي على التواصل بالوصف والتعليق مع الأشواط الماضية. هكذا نجدد لكم التحية واللقاء مشاهدين الأعزاء من جديد في انطلاقة شوطنا 12 والخاص بفئة الجعدان. نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول. ها هو مشعل على الصدارة، أحمد بالشرقي الوهيبي اللي يحتل المقدمة والمركز الأول، وهالي قريحة اللي يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول من هالي قريحة بالشرقي، بينما انتقل إلى المركز الثاني أشوف شاهين خالد بن حمد بن خميس الهاشمي، والمركز الثالث اللي يأتي من الجانب الآخر ويتقدم قدم في إسراب لسيف بن راشد الشعالي العليلي، والمركز الرابع رابع المراكز ملبي لمبروك بن بركات بن عبد الله العديبي هو اللي يحتل المركز الرابع. هكذا نتيجتنا ونداءنا للأربع المراكز الأولى، ونعود إلى شعار بالشرقي على الصدارة يقدم لنا مشعل أحمد بالشرقي الوهيبي على الصدارة يتقدم على المركز الأول الغادم من الباطنة بالفعل اللي مسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما الانطلاق على المركز الثاني والمنافسة الحاضرة مع شاهين خالد بن حمد بن خميس الهاشمي. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، معركة ثنائية معركة ثنائية على الصدارة وعلى المركز الأول، وبالشرقي مسيطر مسيطر الشرقي، والمحاولة من الهاشمي في المركز الثاني، ولكن خلاص سلام سلام عليكم يا اهل قريحة للمرة الثانية في هذا اليوم. تهانين لأحمد بالشرقي الوهيبي على فوز مشعل وانتزاع على ناموس هذا الشوط المركز الثاني اللي احتل شاهين خالد بن حمد بن خميس الهاشمي، والمركز الثالث المركز الثالث اللي احتل متابعين الكرام اللي هو